أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي قل يحيي
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب
بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا
فإنما هي زجرة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق الله العظيم.